ما هي العبادة التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نكثر منها؟ ما هي العبادة التي هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيله، وأفضل من الصلاة، وأفضل من الصيام؟ ما هي العبادة السهلة المتاحة لجميع المسلمين وسبب لدخول الجنة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن العبادة التي طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نكثر منها هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولم يطلب الله سبحانه وتعالى منا في القرآن الكريم أن نكثر من أي عبادة أخرى كما طلب منا الإكثار من الذكر، حتى الصلاة كانت لذكر الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لذكري. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ستجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يقول لك صم كثيرا ولا صل كثيرا ولا تصدق كثيرا، وإنما أمرك أن تذكر الله ذكرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكيف يكون ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا؟ وكيف نسبح الله بكرة وأصيلا؟ هل يكون ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا أن نمسك مسبحة فنبدأ نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الطريقة، أو مثلا الله الله الله، أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100,000 10,000 مرة؟ هل هذا فقط هو ذكر الله كثيرا، أم أن للذكر أسسا وقواعد وضوابط لابد للعبد المؤمن أن يتبعها؟ هناك أسس وقواعد لابد للعبد حتى يكتب عند الله ذاكرا لله كثيرا لابد أن يتبعها. أن تذكر الله بلسانك كما بدأنا في المسبحة سبحان الله والحمد لله، هذا فضل ونور وذكر وبركة وخير. ولكن قول الله سبحانه وتعالى إذ أراد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي اشغلوا أنفسكم بكلام الله، اشغلوا أنفسكم بأفعال الله، عظموا الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. يعني إذا أردت أن تأكل فاذكر الله ذكرا كثيرا، يعني قل الحمد لله، تفكر وتذكر آلاء الله ونعم الله في الطعام. إذا أردت أن تلبس تذكر آلاء الله ونعم الله في اللباس. إذا أردت أن تخرج تذكر نعم الله وآلاء الله في السماء وفي الأرض. اذكر الله ذكرا كثيرا يعني اجعل بالك وقلبك مشغولا بالله، الذين إذا رأيتهم ذكر الله. اذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، لا تتركوا مجلسا ولا مكانا ولا مقعدا ولا صديقا ولا صاحبا تجالسوه أو تقعدوا عنده إلا وتذكروه بالله، إلا وتحدثوه عن الله، إلا وتعرفوا قدر الله سبحانه وتعالى. اشغل أنفسكم، يعني لو سألت نفسك متى كانت آخر مرة شغلت نفسك وليلك ونهارك بالتفكر في معنى آية من القرآن الكريم؟ اليوم الواحد إذا بيكون قاعد في النهار لوحده بيكون يفكر بالعمل، بالشغل، بالأبناء، بالزوجة، بالمستقبل، بالخوف من الماضي، بأشياء كثيرة. يشغل اليوم الناس يشغلون أنفسهم اليوم بأشياء كثيرة إلا ذكر الله. ذكر الله أن ينشغل العبد بذكر الله. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والإنستغرام ستجدها مليئة بأخبار السياسة والمؤتمرات العالمية والمؤتمرات الدولية والأحداث حول العالم، وقلما ستجد أناسا مشغولون بالله، مشغولون بذكر الله. اذكر الله ذكرا كثيرا، اليوم شغلنا بذكر غير الله ذكرا كثيرا. أما ذكر الله كثيرا لا يقتصر ولا يقتصر فقط على أن تذكر اسم الله فقط سبحان الله، والقلب لاهن واللسان يذكر متحرك، يعني عضلة بتتحرك والعقل غافل. الذكر أن تشغل قلبك بذكر الله. يعني بعض الناس أخبرني وهو على خير وهدى، أخبرني أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم واستعصت عليه مسألة واستصعب مسألة في القرآن الكريم ذكر الله، ثم توضأ فصلى ركعتين، ثم سأل الله أن يهديه معرفة وعلم هذه الآية. هذا على خير كبير. اليوم الناس إذا أرادوا أن يلجأوا إلى الله لجأوا إلى الله لحاجاتهم تقضى من الدنيا وهو خير، لكن إلجأ إلى الله
واجعل قلبك مليئا بذكر الله. هذه هي العبادة التي أمرنا أن نكثر منها، أن نجعل قلوبنا مشغولة بالله دائما بالخير، أن نجعل قلوبنا مشغولة بالله دائما. فكانت الغاية من الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي املأوا قلوبكم وألسنتكم وفكركم وعقولكم وأعمالكم بما يرضي الله وبما يحبه الله.